السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتي وقناتكم ايفريثينغ ودوم ايزك. اليوم ان شاء الله معانا في واحد وصفه جديده خفه نزربن، داكشي وصفه اللي غتصيبها لنا بطبيعه الحال ماما مادام معايا. غنستغل الفرصه ونقول السلام عليكم ماما، شنو هي الوصفه؟ السلام ورحمه الله. كي دايرين بنياتي؟ بخير. كي دايرين مع الصحيحه؟ كي دايرين مع البرد؟ كي دايرين مع الجو؟ جري عليا جري عليك ياك لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله غندير لكم طبيطات معمرين، يعني ساهلين، ماشي شي مكونات كثيره. هذاك الشيء كاين، غنديروا كيف ما قالت ماما اليوم البطبوط معمر، وكيف ما كتشوفوا ديجا المكونات بداو بالحشوه. راه كتشوفوها معانا، تفضلي ماما. هيا عندي ثلاثه البصلات مشلضين بحال هكا، عندي شويه ديال القزبر معدنوس، عندي فليفله، جوج فلفلات مقطعين، شويه ديال الزيتون. اللي عندهم الفلفلات في الالوان يقدر يديروها. انا كندير بالالوان صراحه، غير دابا ما كاينش حسب الموجود اللي كاين وصافي، ماشي مشكل. الانسان الواجده يقضي بها. عندي شويه ديال الزيتون مقطع. بالنسبه هذا راه خليع، انا كندير من كل انسان عنده الموجود راه كيدير داك الشحمه ديال الكلاوي، كيجي كتجي زوينه. فوالا دابا هنا علاش قالت لكم عن الشحمه الكلاوي، ولكن مادام انا ما متوفراش عندي وبعديش كيف الصراحه نجيبها. صراحه هنا صعيب تلقى الشحمه في ميريكان. المهم البنات اللي عارفين هنا في ميريكان وعارفين فين كيلقاوها يقولوها ليا الله يجازيهم بخير. ولكن انا كنمشيو يعني عند الجزار وهنا ولا شي حاجه، ماشي ديما ما كيبغيوش يعطيوها لك. المهم هادشي اللي حنا عارفين. فعندي الخليع، فقلنا لي مالا ندير واحد شويه تقريبا واحد معلقه كبيره تقريبا ديال الخليع. فيش ما راكم عارفين. وشنو اخر؟ عندي شويه ديال الزعتر، انا عزيز عليا نسم بالزعتر. وطبيعه الحال عندنا العطريه ديالنا اللي غنشوفوها. ما عندوش ماشي مشكل الزعتر، صافي. وملي عندي المليحه العطريه كيفاه الملحه؟ عندي المليحه، عندي شويه ديال البابريكا التحميره، عندي شويه ديال الزعفران. فوالا كاين اذا التحميره بابريكا، كاين الملحه، كاين شويه البزار، وكاين شويه ديال الكركم. زعفران، وما كاينش الكمون ولا شي حاجه اخرى؟ لا لا. المهم غنبداو على بركه الله، غندير العطريه وغترديها تشحر ياك. وبطبيعه الحال شويه الزيت، الزيت باش كنشحروها بصيله كما شفتوا، شويه ديال الزيت كما قلنا. قلنا بالنسبه للعطريه تحميره واحد معلقه صغيره، يعني دارت غير شويه ديال الكركم الزعفران، شويه ديال البابريكا، شويه البزار. الانسان باش يشرب كويس ديالها في عشيه وصافي، يعني يشرب كويس ذاتها. دابا كل واحد يختار شنو بغا يدير. على حسب الذوق، الملح على حسب الذوق. مع كاين عندي الخليع مالح، ما قويتش الملح. فوالا دونك هذه كما قلت لكم، نذكركم هذه الحشوه اللي غنعمروا بها البطبوط. هذه حشوه اقتصاديه اللي تقدر تكون مكونات كثيره، تقدر متوفره في اي بيت. اما ممكن انك دير ديال الكفته كاين، ولكن حنا اختارينا نديرو هذه. كنديرها الكفته ديرها، ولكن الانسان الا كيقضي بالموجود. كتضيف دابا الزعتر كتحكو هكا. الزعتر الصراحه كينسم مزيان، انا عزيز عليا نديرو في بحال هكا في بيتات معمرين ولا حريشه ولا كيبقى حتى هو واحد المنسم زوين. صافي وبقاو مستمرين بحال هكا. كنديرو لما تسوطا البصيله ديالنا كنلفو عليها شحر مزيان. البصله ديالنا غنلفو شويه الفلفله حتى هي تزيد حتى هي طيح مع البصله حتى هي تشحر مزيان. هانتوما معانا حرات الفلفله ديالنا، غادي نلفو هاد شويه الخليع اللي عندي. لو متوفرش عنده يقدر ما يديروش، غير هي كيما قالت لحقاش حنا في الاصل بغينا نديرو الشحمه ديال الكلاوي، ولكن مادام قلت ما كاينينش درنا الخليع متوفر. درنا كيما قلت واحد المعلقه كبيره تقريبا ديال الخليع، حتى هو راه كيعطي بنه ديالو زوينه. كيعطي بنه حيت هما اصلا هاد البطاطا راه ديال الشحمه. ونضيفو الزيتون ديالنا اللي مقطع. الزيتون كاين كاين اذا عندك الكحل حتى هو كثيريه. حيت اصلا غادي ترجع طيح في البطبوط، دابا غنشحروها شنو نوقفو عليها. فوالا يعني ماشي غنشحروها بزاف كاع، راكي عليها دابا نوقفو عليها ان شاء الله ونخليوها حتى تبرد. فوالا ما نديروهاش في العاجل مباشره، حتى تبرد.
باش الا سبقنا الحشوه حقايا الاولى عاد باش غنديروا العجين. بالنسبه للعجين راكم عارفينها هي عجينة عادية ديالنا، المهم كاينة تما السيمولينا، الدقيق الأبيض، شوية الملحة، وكذلك الخميرة، أو بيان سوغ الما باش تعجن، ونخليوها تعجن مزيان مزيان مزيان. كما كتشوفو هنايا العجينة من بعد ما تعجنات خلاتها ماما تخمر، العجينة تكون مرخوفة بحال العجينة ديال المسمن، مرخوفة هي خمرات واحد شوية. نوريكم دابا تبارك الله العجين خمرات، ضعف الحجم ديالها كما قلت لكم قبيله، راه كانت خلاتها ماما مرخوفه. هاي تبارك الله ديالنا بعد ما خمرات انتما كما كتشوفوا مرخيه مطلوقه، يعني بحال العجينه ديال المسمن. كنقطعوها كنبداو على حساب الكويرات اللي كتبغيو، واش كبار ولا صغار ولا كبار ولا صغار على حساب سميتو. انا ما كان ملي كتبدي تقطعي كدهني داك بشويه ديال الزيت باش ما كتلصقش، وفي الارض في سطح داك سطح العمل كديري شويه ديال السميده. المهم دارت الحشوه تما كيفما كتشوفوا، قرصت غير شويه داك الكره و شويه، راه كنديرها بحال كنيسه بحال هكا، تعاود بحال هكا تكورها ثاني دير كره اخرى حيت غنسالي وغنطيبهم مباشره. ما تخليهمش ترتاحوا بعدا ويرتاحوا خمسة دقائق، غيرتاحوا واحد خمسة دقائق هانتوما الا ما نكمل الكويرات ديالي كاملين عاد نرجع نطيبهم. هادو كلهم راه ديجا كانت دارت عمراتهم، وهادي هي درتها معانا نزيدو وحدة اخرى نعاون نقول العجينة تكون مرخية مطلوقة باش تساعدكم باش كتعاونك في يدك تكون رطبة. وشي مشكل واخا تبان لكم راه عوجه ولا شي حاجه، راه كتعاود دير ملي كتجمعي الكنيسه راه بطبيعه الحال الحشوه ديالنا بردات بردات حيت الا كانت سخونه غتقطع لك العجينه. وهاد الخبيزات راه كنقدر نعمرهم انا حتى بقريعه، هذيك الكورجيت حتى هي كنعمر بها مع الشحمه ومع داك الشيء. مرة أخرى نشاركوها بطريقة أخرى، وفايتها في تيك توك ديالي أنا، لا بغيتو نحطو ليكم أولا لا بغيتو الوصفة هنا، دايرين مسمنات معمرين بالخيزو بجزر شرائح وياك. أيه. ودرت في تيك توك درت واحد الفيديو زعما خفيف ما فيش المراحل بالتفصيل، ولكن زعما فيه المكونات وداك الشيء. لا بغيتو راه نخلي لكم التيك توك ديالي هو هذا، طلق الفقاعات ديالها، اهم حاجه تكون العجينه زوينه باش يجي هو مفشفش. المهم كنبقاو مستمرين على هاد الشكيله، كتكرسها شويه دير ليها الحشوه، من بعد كيف ما قلت لكم كتجمعهم كديرهم بحال كميمسات على كوره، وكتخليهم غتخليهم دابا يرتاحوا شويه ولا غديري حتى ما غتقرصيهم؟ لا غنخليهم يرتاحوا شويه عاد نقرصهم، ملي نقرص عاد نبدا نطيب. ايوا ها نتوما معايا خلاوها شوفوا معايا من بعد ما ارتاحوا عاد قسمين المكانه ولا على حسب صافي، وغنبداو نطيبوهم ان شاء الله. تشوفوا معنا الفقاعات يعني خمروا مزيان كلشي مزيان، هما اصلا كانوا خمروا قبيله، خليتهم كتخليهم يخمروا مزيان خمرات العجينه زعما قبل ما تعمرها، ودابا ضربوا على الجناب باش ما يجوش غلاط، لانه واخا تشوفوا هي رقاتهم بزاف انتم كما كتشوفوا، لكن غتشوفوا كيفاش غيطلعوا ان شاء الله. صافي كتقرصهم ديكم شويه ديال الزيت باش ما الزيت هو عندنا زيت والزبده ولا نرشهم شويه ديال الزيت نحاولوا ما تقبوهمش باش نخليهم يتنفخوا. هاتوما كيفاش غتنفخ
يعني واخا قرصاتهم كما قلت بزاف كيف ما كتشوفوها نتوما، يعني كيبداو يتنفخوا. انتما كيبداو يديروا حتى دوك الفقاعات، نقرب لكم الكاميرا، كتنفخ يعني قرصاتهم مزيان من الجناب، ورغم ذلك غير كتحاولوا ما تضغطوش عاوتاني الوسط كيف ما قالت ماما على قبل الحشوه باش ما تخرجش. واه كيبدات تنفخ تبارك الله هذا البطبوط. صافي هي قلباتها على الجهه الاخرى باش تخليها ثاني طيب، وزيدي بقى يتنفخ شويه بشويه، باش حنا ما بغيناش يجي منفوخ يعني غليظ بزاف، وما بغيناش يجي رقيق بالمره كما كتشوفوا من الداخل. فوالا كيخصو يجي. دابا نوريكم ان شاء الله من بعد ما يطيب غنوريكم كيفاش كيجي من الداخل. المهم كيجي حدو قدو، يعني داك هو العبار اللي خصو يجي فيه. انا ملي من بعد ما كطيب البطبوطه عزيز عليا ندورها طيب من الجناب، ما كتبقاش بيضه كيقولوا كنحوشوها. ها انتم كيف يعني كتجي محمره، ما كيجيش بيض، ما كيبقاش بيض من الجناب. اي وحده اخرى ثاني، وحده اخرى نديرو غير شويه ديال الزيت باش ما يطعمش لينا بالسميده. ضغطوها بشويه باش داك الفقاعات يبقاو ما يتفرقعوش وتقام معاكم بالضبط وما تطلعش ما كتنفخش. عبر الصباح ضروري تنشرب شويه الزيت باش كيجي محمر من تحت. من بعد ما طاب البطبوط ديالنا غنوريكم راه باقا كطيب كيفاش كيجي. ها شي يعني وكتخلى هو من الداخل خاويه والحشوه ما غليتش صافي، وكتجي الحشوه ما نقولش لكم حشوه كتجي بنينه صراحه بنينه، واخا يعني كما شفتوا راه ما فيهاش شي مكونات يعني اللي ما كان زعما صعاب ولا، ولكن تبارك الله كتجي زوينه وبنينه الحشوه. وهكا كما قلنا بطيبيطات معمرين داروا هكا مع الكوتي، راكم عارفين احنا بزاف كانوا نوحلوا في الكوتي. واخا نعاود نقول حنا في امريكا ما عندناش داك القضيه ديال الكوتي بزاف وهذا، ولكن ملي كتكون ماما كاينه صراحه ملي كتكون ماما كاينه كنستغلوا الفرصه وكندير الكوتي. ايوا ولكن انا كيضرني راسي الا ما شربتش اتاي في العشيه صراحه. كم عارفين في المغرب، ولكن الانسان هادو راه تبارك الله يتعشى بهم ولا يتغدى بهم كاع حنا هنايا يعني. الانسان تلا كان خارج راه يخرجهم معاه داكشي كاين. يلا بقاو معايا ان شاء الله نحطوهم مع بريل الداتاي وان شاء الله نتشاوف تاكلوا بالصحه والراحه ان شاء الله ان شاء الله. ايوا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نال اعجابكم، وكما العاده ما تنساو سبسكرايب ولايك وفعلوا الجرس، ودمتم متعلقين الى اللقاء.